مشاهدينا المحترمين، سلام الله عليكم. سموها ما شئتم، ثورة، انتفاضة، حرب تحرير، كفاحا مسلحا، جهادا في سبيل الله، حربا أهلية، حربا ضد الإرهاب، مؤامرة أطلسية، خيانة خليجية تركية، تدخلا إيرانيا فارسيا مجوسيا، تواطؤا روسيا صينيا، دفاعا أمريكيا أوروبيا عن الشعب السوري وعن حقوق الإنسان والحريات والديمقراطية، مصلحة إسرائيلية في تدمير سوريا وجيشها ودورها ومكانتها. سموها ما شئتم واتهموا من شئتم، وصفوها بما شئتم، المحصلة واحدة: نحن أمام مأساة سورية لا سابق لها. دافعوا عن الشعب السوري وقولوا فيه ما شئتم من مديح، وانضموا له ما شئتم من قصائد غزل، المحصلة واحدة: الشعب السوري يئن ويضحي ويعاني ويبكي دما على ما آل إليه أمره وبلده، ونحن معه نبكيه ونبكي معه ما آل إليه على حاله وفاجعته. ولعل السوريين ومن بقي من مواطنين يلعنون كل من يتاجر بقضيتهم وبصمودهم وبحريتهم وبمقاومتهم وبتراثهم وبثقافتهم، لا بل بكنوز سوريا الشامخة الحضارية التاريخية العظيمة. سموا ما تسمى بمعركة حلب وغيرها من مدن سوريا الكبرى بما شئتم، المحصلة واحدة: الأسواق القديمة تبكي، الحجر ينطق بكاء، الجامع الأموي الكبير يسائل بحيرة: من دمرني ولماذا؟ لماذا يستهدف أثر النبي زكريا عليه السلام ويدمر ضريحه؟ باسم أي شرعة وأي شريعة؟ لماذا يقتل الأطفال وترمل النساء؟ لماذا تستهدف مصانع سوريا ومنشآتها الاقتصادية وبنيتها التحتية والصحية وكل شيء؟ لماذا يقتل رجال أعمال وخبراء علم هم في الجوهر مكسب لسوريا أيا كان حاكمها؟ سموا احتضان الانتفاضة أو الثورة أو الحراك الشعبي ما شئتم، لكن العقل يسأل بهدوء: ماذا لو تعامل بعض حكام عرب وبعض فقهاء ورجال دين وبعض إعلام وبعض رجال صحافة وأعلام عرب بأقل تحريض وأقل تجيش لهذا أو ذاك؟ هل كانت سوريا بناسها وأهلها وتراثها في هذه المأساة؟ في الميادين اليوم نبحث هذا الملف من زاوية المعارضة. المعارضة معارضات، والهدف أهداف، ومحور التدخل الخارجي محاور. هل بقي أحد في الدنيا لم يتدخل في الفاجعة السورية؟ المعارض السوري البارز الدكتور هيثم المناع ينطلق من موقف معارض لنظام الحكم في سوريا، يراه نظاما ديكتاتوريا، يرى ضرورة التغيير، ينطلق من أن ما يجري هو ثورة، لكنه وهو يمثل شريحة معارضة واسعة مع صفته نائبا لهيئة التنسيق لرئيس هيئة التنسيق الوطني في الخارج، ولكنه في الوقت نفسه يرفض التدخل الخارجي. مرحبا بك دكتور هيثم. أهلا فيك. نحن هنا نتحدث معك في تونس، أول ثورة عربية. طبعا الكل استبشر بالثورات العربية وبالربيع العربي. ما الذي يحصل في سوريا؟ عملية اغتيال الثورة باختصار شديد. في التاريخ البشري كله لا يوجد ثورة وحرب، تأتي الحرب لتقتل الثورة، مهما سميناها، سميناها حرب إقليمية، سميناها حرب أهلية. إذا اختلفنا على التسمية ليس هذا هو المشكل، المشكلة هو الانتقال من ثورة إلى حرب. الثورة لها قيم، لها طموح، جاءت لكي تغير وضعاً وتتخلص من كل الخلايا السرطانية التي طال بها العهد على مجتمع. الحرب، يقول المثل الفرنسي: الا غير كوم الا غير، الى الحرب، انت رايح الحرب، لك ان تفعل ما تريد، كل شيء مباح. حتى عام 1948 في التاريخ البشري لم يكن حتى مصطلح جرائم حرب، اذا في الحرب تفعل ما تشاء. عندما حدثت هذه النقلة في الذهن
المقاتل في سوريا من ثورة للتغيير الديمقراطي المدني إلى حرب سميناها حرب تحرير وأصبح السوري محتلا، سميناها حرب ضد الإرهاب وأصبح من تمرد على الدكتاتورية إرهابيا، سميها ما تشاء، ولكن بكل الأحوال النقلة إلى الحرب هي التي جعلتنا نخسر قيم الثورة. لذا كنا في البدء في ثورة سلمية، جرائم ضد الإنسانية ترتكب من طرف اختار الحل الأمني العسكري، الآن لدينا جرائم حرب في الطرفين، ولم يعد السؤال من ارتكب الجريمة، السؤال ما هو الثمن. اليوم نحن ننظر إلى شبه وطن، في شبه إنسان، في شبه مستقبل، إذا كان ثمة مكان بعد للمستقبل. نحن اليوم نعيش في مأساة تريد أن تلغي سوريا. سوريا لا يمكن أن تكون إلا كيانا فيه الحد الأدنى من الاستقلالية بسبب وضعها الصراعي مع الكيان الإسرائيلي. سوريا لا يمكن إلا أن تكون بلد له الحد الأدنى من الكيان السياسي بسبب الضغوط الذي يتعرض لها من الشرق والغرب، وبسبب تحالفات منذ عام 79 أثرت على سوريا سلبا أو إيجابا. ليس هذا هو السؤال، السؤال أن التحول المطلوب من سوريا اليوم ليس تحولا سياسيا أو جيوسياسي، وإنما هو تحول تدميري، ندمر البلد فيصبح الجميع مجتمع ودولة متسولة، من الدولة الفاشلة إلى الدولة المتسولة، والدولة المتسولة تابعة بالضرورة. إذن فليحكم من يحكم، إسلاميا كان أو علمانيا لا يهم، ففي الغد السوري سيكون الحاكم تابعا لما نريد. عندما تقول مطلوب، من يطلب؟ أنا أظن بأن الحركة السورية المدنية باستمرار كانت محلية، وهذه ميزة موجودة منذ العشرينيات، منذ تشكل أول برلمان سوري في العشرين، كانت دائما لدى المجتمع السوري القدرة ولحسن الحظ على التحرك الذاتي ومن الداخل. يعني سوريا من البلدان التي لم يأتيها تحركا خارجيا ليحررها، وإنما كانت انطلاقاتها كانت من السويدة، من شهبة، من القرية، من اللاذقية، من المسيفرة، من درعا، من دمشق، من حلب، من حمص. دائما المدن والقرى السورية هي التي تعطي التغيير، وهي التي تتوجه نحو التغيير، ثم يأتي التدخل الخارجي، لأن هذا التغيير بالتأكيد ليس محليا، وسيؤثر بالتأكيد على الجيران. وأي تحول سوري باتجاه توحيدي أو باتجاه ديمقراطي سيغير في كل المعادلات الدولية، خاصة وأننا لدينا شرين سميناهم ما سميناهم، الشر الأول هو الطاقة، الغاز والنفط، والشر الثاني هو إسرائيل. بهذين الشرين نحن منطقة استراتيجية هامة جدا في العالم، لذا كل ما يحدث وعندما يحدث أي اهتزاز لابد من أن تتدخل كل الأطراف لتحول البلد الطرف إلى بلد مصاب بنقص المناعة الذاتية كما حدث في العراق. المثل العراقي لابد من تكراره لكل الدول العربية اليوم. نريد أن نجزئ المجزأ، ونريد أن ننهي فكرة المواطنة، لأن المواطنة ليست فقط حقوق يعني سياسية ومدنية. يعني هناك خارج هو الذي طبعا بالتأكيد يفعل. بالتأكيد. هذا الخارج أين؟ خارج عربي، خارج إقليمي، خارج أمريكي، خارج أطلسي، أوروبي، خارج من؟ اليوم يوجد تحالف، شئنا أم أبينا يوجد تحالف غربي خليجي يظن بأن المعركة الأساسية ليست من أجل دولة فلسطينية، المعركة الأساسية ليست من أجل الجولان، المعركة الأساسية ليست من أجل وحدة السوق العربية مثلا، ولكن المعركة الأساسية اليوم مع العدو الإيراني. وكما حدث في التعبئة من أجل المعركة الأساسية في أفغانستان ضد العدو السوفيتي، الشحن يتم بنفس الطريقة. في عملية شحن كهذه للأسف تضيع المبادئ الأساسية للثورة، لأن الثورة بالأساس كانت من أجل الكرامة، من أجل الحرية، من أجل المساواة، من أجل المواطنة،
هذه المبادئ غير موجودة عند الأطراف التي تدفع اليوم لأطراف الصراع العسكري، وبالتالي فاقد الشيء لا يعطيه. عندما تكون في بلد لا يوجد فيه أحزاب سياسية، كيف يمكن أن تقنعه بأن اجتماع المعارضة فيه يجب أن يحتوي كل الأطياف السياسية بدون استثناء؟ نعم. يعني في مشكلة هي غياب التجربة الذاتية، لا تمنحك القدرة على أن تكون فائدة لتجربة الآخرين. سنتحدث، ولكن الآن عندما تتحدث عن تحالف خليجي غربي، ليس كذلك، أو أمريكي، أو ما هو تحالف طبعاً خليجي؟ طبعا يوجد تحالف اليوم، سميته تحالف، تحالف لمواجهة إيران بالتأكيد، وهذا ينسحب على ماذا؟ على سوريا يعني الآن، وهم يخوضون هذه المعركة ضد إيران، يريدون تدمير سوريا. عفوا، نحن عندما بدأت الأمور بدأنا بمشكلتين أساسيتين. المشكلة الأولى ما يمكن تسميته التناذر الليبي. روسيا والصين شعروا بأنهم طعنوا في الظهر في قرارات مجلس الأمن، وأنهم كالزوج المخدوع غدر بهم من قبل الغرب الذي أعاد تقسيم توزيع الثروة الليبية النفطية. هذا الموضوع لا يمكن أن يقبل به الروس مرة أخرى. جئنا نحن في فترة رد الفعل الروسي هذا، اللي اكتشف فيها الروسي أيضا بنفس الوقت بأنه هو قادر مع الصين أن يعيد فكرة أحادية القطب وأن يضع لها حد كما فعل في جورجيا، وبالتالي هنا تجربة أخرى لكسر فكرة أن أمريكا تفعل ما تريد وتتمدد أينما تشاء. بالضبط. ووجد في المثل السوري فرصة لأن لا يكون هناك مجال لأن تفعل الإدارة الأمريكية في مجلس الأمن ما تريد، فأوقف بالفيتو أي تدخل للأمم المتحدة، ووضع التدخلات العسكرية الخارجية خارج نطاق الشرعية الدولية. هذا الحركة الروسية الصينية. هذه الحركة بالطبع نحن استفدنا منها كوطنيين، نرفض التدخل العسكري الخارجي، وخسرنا منها لأننا بحاجة إلى إجماع في الأمم المتحدة حول ما يحدث في سوريا خارج نطاق ما يسمى بالفصل السابع والتدخل العسكري. يعني مش كل شيء أو لا شيء، هناك مجال لأن يكون هناك توافق دولي بدون الفصل السابع. هذا التوافق الدولي يسمح بتسوية تاريخية بشأن الوضع السوري، خاصة وأن التغيير في سوريا إذا تم بالضربة القاضية من أحد الطرفين سيكون هناك بالتأكيد انتقامات، سيكون هناك مجازر، وسيكون هناك مآسي أكثر مما رأينا. من هنا لابد من أن يكون التغيير بالنقاط، وأن يكون هذا التغيير عقلانيا، وأن يكون هذا التغيير ذاتيا سوريا، وبتوافق بين أطراف أساسية في الدولة وفي المجتمع، وليس فقط بتوافق بين أطراف من المجتمع. من هنا هذا الطرح يتطلب شئنا ما بين توافقا دوليا، لكن المواجهة الدولية التي حدثت دفعنا ثمنها. هناك طرف آخر شعر بأنه الحرب التي لم يكسبها بين العراق وإيران عندما دفعت مليارات، نعم، وذهب 1.5 مليون إنسان من المسلمين سنة وشيعة من كل المذاهب ومسيحيين وكل ما تحويه بلدي الصراع، شعر بأنه بالإمكان اليوم بسعر أرخص وبدون تكاليف أن يكسر ما يسميه بالهلال الشيعي. تقصد من بالتحديد؟ هلال الشيعي، إيران. لا، تقصد من هذا الطرف الذي قلت إنه خسر الحرب العراقية الإيرانية؟ دول الخليج. دول الخليج للأسف، يعني من يحكم في الخليج اليوم لا يملك القرار السياسي بالمعنى الكامل للكلمة، وبالتالي لديه من جهة حالة رهاب، فوبيا، خوف من إيران، وإيران تلعب دور إقليمي، قوة إقليمية متوسطة بكل معنى الكلمة. يعني نحن مشكلتنا العرب للأسف اليوم أننا عندما ننظر إلى المثل التركي أو الإيراني
ننظر إلى مثل يدافع عن مصالحه الاستراتيجية، يدافع عن مصالحه الحيوية، يحاول أن يبني في بلده أنموذجه الخاص، وكوننا عاجزين عن فعل الشيء نفسه ومجزئين ولم نستثمر أكبر ثروة أعطيت لنا بالمجان من رب العالمين، بسبب هذا الوضع نخاف من الإيراني، نخاف ممن بالفعل يعمل على مصالحه، فنستقوي بالخارج، نستقوي بالأمريكي، نستقوي بالقواعد، ونخوض معه في معركة نظن بأنها ستبعد عنا الخطر الإيراني. المشكلة أننا نحن في المنطقة العربية شئنا أم أبينا ليس لدينا سوى خيار واحد، هذا الخيار هو أن نفكر بأن الشعوب التركية والعربية والإيرانية والكردية محكوم عليها بالجيرة، أنت تطلق زوجتك ولا تغير جارك، ما بإمكانك تغيره، وبالتالي علينا أن نصل إلى صيغة تعايشية يمكن أن تصل في المستقبل بجيل عاقل ليس بجيل التابعين والمجانين الذي نحن فيه، إلى سوق اقتصادية مشتركة وإلى اتحاد مشرقي هام وأساسي. طبعا دكتور هيثم، عندما نتحدث عن الثورات والانتفاضات العربية هي بالأساس تنتفض على عقليات، يعني بمعنى آخر النظام العربي الرسمي على مدى العقود الماضية، كل النظام العربي الرسمي، كل الأنظمة ولا نستثني نظاما واحدا، كل هذه على الأقل كانت تتماهى بالاستبداد وبالديكتاتورية وبنظرية الحكم الواحد وغلبة العقل الأمني من تونس إلى كل البلدان الأخرى. هل نختلف في هذا الرأي؟ لا نختلف. عندما تحصل الثورات يفترض أن هذه الثورات لا تقلب حاكما بحاكم آخر، جزء من هذه الثورات هو ثورة على ذهنية الحاكم المستبد الذي يقصي الآخر، أنا أو لا أحد. الآن ما يحصل في سوريا، نحن ننطلق بأنك معارض الآن، وأنت تصف النظام الحكم في سوريا بأنه نظام مستبد وأن هذا النظام ينبغي أن يتغير، هذا منطق الثورة، هذا منطق التغيير، ليس كذلك؟ بغض النظر الآن على التسويات التي أشرت إليه الآن، جزء بين الفاعلين في المؤسسة ومع المجتمع لا غير ذلك. طيب الذين يثورون الآن على هذا النظام الاستبدادي، ألا يفترض أنه يعني ذهنية الديمقراطية هم أيضا يتماهون بها؟ وأنا سأورد بعض المداخل، هذا الجزء الأول سيكون مداخل لنقاط تفصيلية بعد إذا. الآن ذهنية التعميم القائمة لديكم، هذا حي، هذه طائفة ثورية، هذه طائفة عميلة، هذا حي ثوري معارض، وهذا حي بكامله شبيحة وموالي، هذه معارضة ديكور وهذه معارضة جواسيس، معارضة في الداخل يقال بأنها إنها معارضة ديكور، واللي بالخارج كلهم جواسيس، هذا إرهابي وثاني وطن، وهكذا تقسيم حاد بكل ما للكلمة معنى. وهذا الذي ربما يفسر أننا نجد شخصا يقتل بدم بارد هكذا شخص آخر في الشارع بهذه الطريقة. طب هذه الذهنية القائمة، ذهنية الإقصاء، ذهنية التكفير، ذهنية الإلغاء، هذه الذهنية الحادة من أين أتت؟ أخي عندما تذهب إلى المسجد وتسمع خطبة جمعة ويقول لك خطيب الجمعة بأن أحمد العلي الموجود خارج المسجد قد زنى وقتل وفعل ببناتكم فاذهبوا إليه، يخرج الناس من المسجد بمشاعرهم وعواطفهم. نحن المنبر اليوم ليس فقط المسجد، المنبر هو التلفزيون، المنبر هو الإذاعة، المنبر هو العالم الافتراضي الفيسبوك، كل ما تريد. هؤلاء كلهم حوروا وزوروا في المصطلحات الأساسية للحراك المدني الاجتماعي في سوريا. نحن في سوريا، أنا طلعت من سوريا عمري 27 سنة ولم أسمع كلمة سني، نحن نقول في سوريا عن المسلم سني، يعني السني مسلم وبالتالي ليس بحاجة إلى تعريف مذهبي. لم أسمع كلمة شيعي لأن المجموعة الشيعية في سوريا مجموعة قليلة ولكنها منسجمة بشكل بحيث أن الناس تقول مسلمين. في مشكلات أكيد تاريخية وأساسية في بعض الحركات التي تشكل جزء من الحركات الاجتماعية في التاريخ وفي القرون الوسطى بشكل أساسي،
مثل حركة الموحدين الدروز، مثل الغلاة في المذاهب التي توفرت في القرن التاسع والعاشر الهجري، هذه لها تراث وتاريخ، مثل الحركة الإسماعيلية، كل هذا لها تراث وتاريخ راديكالي، ولكنها منذ الاستقلال دخلت حتى في منطق الأحوال الشخصية. فمثلا نحن في سوريا، الأحوال الشخصية لأبناء الطائفة العلوية وأبناء السنة واحدة، ولا يوجد أي فارق بينهما، لا يوجد حتى في الزواج أو الطلاق، أو لا يوجد تمييز بين هذا وذاك. وهذا كان بطلب من رجل دين معروف من الطائفة العلوية وقت ذاك، ومن مصطفى السباعي مؤسس حركة الإخوان المسلمين في سوريا. ففي مسائل هي مسائل مستوردة وليست من الثقافة السورية وليست من الأخلاق السورية. المسألة الثانية في مسائل مزورة، هناك إعلام قاتل. لما إعلام بيقول أن طائر أطلقت، هي عم تزت برميل أحيانا في يوم 100 كيلو متفجرات، أطلقت نيرانها فأصابت 20 معارضة، تصور أنت الأمريكان ما قدروا يعملوا هيك في العراق بكل قدراتهم التقنية. تحقيق هذا معارض وهذا هذا معارض، وهذا هذا طفل وهذا بالغ، وهذه امرأة وهذا مقاتل. هذا إعلام مضلل بالفعل، إعلام مجرم. الإعلام الثاني بيقول لك في السيارة الفلانية تم وضعها في حي موال للنظام، حي بأكمله موال للنظام. ما حصل التاريخ، ما حصل أنك أنت تستطيع بتروح على باريس بيقولوا الحي الصيني هون، بتلاقي فيه على الأقل 30% غير صينيين. نعم. أو من أصل صيني. فما فيه النقاء لا في الأحياء ولا في الأماكن. فنحن أمام لغة، هذه اللغة تحاول أن تصور المجتمع السوري كجماعات مذهبية وطائفية، جماعات موالاة ومعاداة، وتحاول أن تقسم المجتمع بشكل حاد يسمح بالقتل والهدم. مسؤول عنه رجال دين وإعلام كما تقول، وسياسيين أيضا. وسياسيون طبعا. نحن أنا مضطر العودة إلى استوديوهات الميادين لأجل موجز الأنباء، ولكننا بعد الموجز سوف نتحدث.